مشاهدينا، يعني موضوع فاقدي الرعاية الأسرية هذا الموضوع دائما الحديث عنه، يعني فيه الكثير من الشجن. في مبادرة طيبة من وزارة التنمية والتعليم، من وزارة التنمية الاجتماعية أعتذر، لها علاقة ببرامج أو برنامج تحديدا الدمج الأسري. يعني كان عدد المستفيدين تقريبا 140 طفل وطفلة، في هنالك شراكات أيضا، يعني تم التشبيك مع اليونيسف وبعض منظمات المجتمع المدني، يعني مشكورة، من أهمها يمكن مؤسسة نهر الأردن وجمعية ربات البيوت وجمعية حماية الأسرة والطفولة. أثبتت الدراسات أو المؤشرات إنه الآثار كانت إيجابية على نفسية فاقدي الرعاية الأسرية أو ما يعني متعارف عليهم خطأ مجهولين النسب. للحديث أكثر عن تفاصيل هذا البرنامج، هل بالفعل الدمج الأسري اليوم أفضل من يعني حالة الاحتضان قد يكون أو غيرها من أو التبني أو غيرها من القضايا الأخرى؟ التفاصيل مع الأستاذ محمود الجبور وهو مدير الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا ست صباح. يعني حدثنا بداية عن هذا البرنامج، متى تأسس، كيف اشتغلتوا، المنهجيات قد ايه عم تستفيدوا أو بتبنوا على دروس سابقة أيضا؟ يا ستي صباح الخير. يعني احنا في وزارة التنمية الاجتماعية نقدم دور مهم وخدمة مهمة للأطفال فاقدي السند الأسري من جميع الفئات، سواء كانت فئات مجهولي الأبوين أو مجهول الأب أو حالات أو أطفال التفكك الأسري أو الأيتام ومنهم في حكمهم. تعمل وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم خدمة الرعاية المؤسسية من خلال المؤسسات الحكومية ومن خلال الشركاء في تحمل مسؤولية رعاية الأطفال في القطاع التطوعي. بدأت الوزارة في تقديم الرعاية الأسرية للأطفال فاقدي السند الأسري تقريبا منذ أو سجلت أول حالة منذ 67، ولكن كان في هذا الأمر هناك في حالات الأطفال هي حالات واضحة وهي مجهول الأبوين، وبالمقابل الأسرة التي تقدم خدمة الاحتضان هي أسرة حرمت من الأنجاب أو غير قادرة على الإنجاب. ثم بعد ذلك في فتوى شرعية يعني بأهلية الاحتضان، يعني هو يختلف عن التبني مش هيك؟ تماما. يعني موضوع الاحتضان في وزارة التربية الاجتماعية هي تقدم الأسرة خدمة الاحتضان، بس بعيش معهم بيأكلوا بيشربوا بيكبروا كل شيء، أمر طبيعي. يعني هو يتم استلامه وهو طفل حديث الولادة ضمن معايير وضمن ضوابط وآليات واضحة وتشريعات قانونية في هذا الموضوع. موضوع المعيشة، هناك الكثير من الحالات، تجاوزنا 1000 حالة طفل مسلمين لأسر احتضان منذ 67، والآن هم موجودين وهم مع الأسرة وانتمائهم ومحبتهم وعاطفة الأسرة أيضا مع هذه الفئة من الأطفال. لكن إذا عدنا إلى موضوع برنامج الدمج الأسري، في عام 2012 تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين وزارة التنمية الاجتماعية واليونيسف للعمل على برنامج الأسر الراعية البديلة، والقصد من هذا حتى ننتقل من موضوع الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، وبالوقت نفسه شمول أكبر عدد من الفئات التي حرمت من الرعاية الأسرية. وكما تعلمي بأنه الخصائص النمائية لدى الأطفال ممن يعيشوا مع الأسر هي تختلف عن الخصائص النمائية من هم الأطفال في المؤسسات. وبنفس الوقت أسعفنا في ذلك وأنجحنا في هذا العمل الشركاء في القطاع التطوعي، وأشركنا أيضا في هذا النجاح الأسرة الأردنية صاحبة الهمة وصاحبة المواقف الإيجابية، بحيث استطاعت أن تقدم هذه الخدمة وهي الرعاية الأسرية. هذا البر تفضل. هلا أنت عم تحكي أو الدراسات أثبتت إنه في 140 طفل وطفلة، يعني في 140 أسرة احتضنت هدول الأطفال مش هيك؟ نعم. شو المعايير عادة أنتم بتفرجوا على هذه الأسرة؟ يعني هل بس بتاخذوا بعين الاعتبار وضعهم الاجتماعي؟ هل الأصل إنه أبدا ما يكون مثلا عندهم أطفال لا يستطيع أن ينجبوا، ولا في ناس أيضا بتحب يعني لو عندها أطفال ممكن إنها ترعى طفل أو طفلة آخرين؟ يا ستي يعني إحنا هذا الموضوع فيما يتعلق بموضوع الأسر الراعية البديلة،
هناك عدة تدخلات، وهناك تقييم، وهناك زيارات متابعة، وهناك إجراءات حثيثة على تقييم وضع الأسرة ومدى قدرة الأسرة أن تقدم خدمة الرعاية لهذا الطفل. نعم. موضوع الأسر الراعية البديلة، في بداية الحديث تحدثنا عن موضوع الاحتضان، بأنه ما هي الأسرة الغير قادرة على الإنجاب والتي أجازت التشريعات أن تقوم باحتضان طفل مجهول الهوية الوالدية. لكن موضوع الأسر البديلة هي أسرة لديها أطفال وبنفس الوقت مقابلها الطفل إما أن يكون يتيم، وإما أن يكون طفل تفكك أسري، أو يكون طفل مجهول هوية الأب. كثير من الحالات التي شملت في موضوع التفكك الأسري هي أحيانا الأسرة البيولوجية نفس الأسرة، وأحيانا أسرة قرابية. وعندما نتحدث عن الأسرة البيولوجية، أحيانا نجد بأن التفكك هناك الزوج خارج البلاد لظروف صعب أن يعود إلى البلاد بسبب أحكام خارج البلاد، ممكن يكون هو لديه أحكام وهو في مراكز الإصلاح في الأردن، بيكون لديه عدم قدرة على رعاية أطفاله وأحيانا أم الأطفال. فلهذا السبب إذا وجدنا أحد الأبوين لديه القدرة على رعاية الأطفال مع إجراء المتابعات ومع إجراء التقييم لهذه الأسرة، أنسب يمكن أن يكون بالضبط أهل البيولوجيين بالضبط. نعم. وبنفس الوقت نحن الأطفال بالبداية يعني نقول شكرا للأسرة التي هي تؤازرنا وتقوم بهذا الدور الإنساني تجاه الأطفال فاقدي السند الأسري، وبنفس الوقت نحن نقوم بدورنا من خلال الدعم من اليونيسف، مشكورين بدفع شهريا 100 دينار إلى كل أسرة لديها طفل تقدم له خدمة الرعاية البديلة. يعني هذه الأسر مش بالضرورة أن يكون وضعها الاقتصادي جيد، يعني هي كمان عم تأخذ يعني دعم من اليونيسف مش هيك؟ هي تأخذ من الوزارة من خلال اليونيسف، من خلال تشبيكهم مع اليونيسف. ولكن نحن المهم في موضوع رعاية الأطفال فاقدي السند الأسري، نحن إذا أردنا أن نتجه بالاتجاه المالي أو الاتجاه الاقتصادي للراعين في مؤسسات، يكلف الطفل ما يقارب 750 دينار في دور الحماية والرعاية. فالنظرة هي ليست نظرة مالية بقدر ما هي نظرة، يا أستاذ يعني هو أمر طبيعي. لا وبعدين مش عشان شيء، طبعا أنتوا أدرى بالتأكيد يعني بعملكم، بس مثلا ما بتخافوا أنه مثلا، أو يعني ياريت تحكي لنا، الحمد لله أنا يمكن مش موجودة، بس ما بتخافوا أنه مثلا لما بعد أنه بعض الأسر تحكي أنها بدها تستفيد من هذا الدعم المقدم من الوزارة فرضا، وبالتالي هي ترعى أو تحتضن طفل أو طفلة، ويعني يمكن ما يكون هذيك الرعاية الحقيقية يعني ما صارت؟ ستي احنا سجلنا تقريبا 6 اطفال من مجموع الاطفال المسلمين للاسر تم سحبهم من الاسر الرعية البديلة، 3 منهم بسبب اثبات نسب الاطفال، وكانت هناك قضايا منظورة وقضية كويس. اثبات نسب، وعندما تم هذه الاجراءات وصدر القرار القضائي في اثبات النسب تم تسليم الاطفال الى اسرهم البيولوجية. اثبات النسب من خلال دي ان اي يعني من خلال الفحوصات؟ اجراءات لدى القضاء ولدى الاجهزه المعنيه فيما يتعلق باثبات النسب و اعترافات من قبل الام والاب. نعم. فيما يتعلق بهذا الشيء وعقود الزواج. والثلاث اطفال الثانيه؟ الثلاث اطفال تم سحبهم بسبب بانه وجدنا اسره من الاسر هي لديها اطفال. هذا الطفل لا نريد تمييزه بالإيجاب الزائد أو بالسلبي لا سمح الله. نعم. نحن نريد أن يقوم هذا الدور كفرد من أفراد الأسرة. لا نريد تمييزه بإيجابيات يعني في الحمد لله في هذه المراقبة دائما في هذه الاستدعاءات. نعم. إحنا لدينا عدة جهات رقابية، ومن ضمن هذه الجهات الرقابية لدينا الفريق المستقل للرقابة وفريق تطوعي من ضمن مختصين. هناك مذكرة تفاهم تحكم العمل ما بين وزارة التنمية وهذا الفريق، يقوم بمراقبة وإجراء زيارات على كافة الأدوار التي والمهام التي تقوم بها وزارة التنمية. نعم. الفئة العمرية عادة قديش بتكون من إلى؟ ستي عمر الطفولة في الأردن من عمر يوم حتى 18 سنة. ففي يعني صار في حالات احتضان لأطفال 13 14 17. لا الاحتضان، الاحتضان مش احتضان يعني الدمج، الدمج أنا أقصد الدمج. هناك بعض الحالات تم دمجها خارج المشروع أو خارج البرنامج الذي نتحدث له، ولكن مع إطلاق هذا البرنامج والعمل مع هذا البرنامج شملنا فئة وهي فئة مهمة
وهي تشكل النسبة الأكثر في دور الحماية والرعاية لفئة التفكك الأسري. ففئة التفكك الأسري هي الأكثر فئات سنا بسبب تدخل إلى دور الحماية والرعاية أحيانا في سن 14 و13، بينما طبعاً الأطفال مجهولي الهوية الوالدية بيكون منذ الولادة، أعمار أصغر. نعم. طفل حديث. طب بدي أسألك يعني هيك سريعا، معروف تاريخيا للأسف أنه تحديدا فقدي الرعاية الأسرية والناس بتعرفهم يمكن مجهولي النسب، كان ممارس عليهم العديد من التغول يعني في كثير من الأحيان، سواء من المجتمع نفسه أو يعني البعض في المجتمع، طبعا ما نعمم، في تمييز أيضا كان عندهم على الهوية في الأعمال إذا بده يقدم على طلب وظيفة أو غيرها، وكان دائما المشكلة الأكبر شو بده يصير أو شو مصيرهم بعد عمر 18. يعني دائما للأسف مصير الكثيرات ونحن بنعرفهم، والكثيرين أيضا كان الشارع، مظبوط ولا لا؟ هل هكذا برنامج ممكن يخفف من التحديات اللي كانت موجودة تحديدا لمجهولي النسب؟ استي، موضوع عنوان البرنامج نفسه هو علاج لا ما بعد ال 18، شو مصير هدول الأطفال المدموجين؟ يا ستي، بعد ال 18 هو مواطن أردني يتميز بحقوقه وواجباته، هويته الترميز تبعها لا يوجد هذا الشيء. وأنا يعني أتحدث، لا أريد أن أتحدث عن شركائنا في هذا الملف، وهو بس كان موجود الترميز المدنية. مش هيك ستي؟ إذا أنا ذهبت إلى دائرة الأحوال المدنية وجلست مع المستشار القانوني ومع عطوفة مدير عام للأحوال المدنية، ووجدت أنه بعض الأرقام التي ذكر الأطفال أو ذكر ممن تجاوز سن 18 من خريجي دور الرعاية الحماية والرعاية، بأنه هذا الرقم ليس منفرد في من عاشوا في مؤسسات الرعاية أو فئة الأطفال من الفئة، يعني لساته موجود لأنه معروف عند الكثير يعني، لكن أو هاي هي الذاكرة. لكن إذا أردنا أن نتحدث في هذا الموضوع، ونحن نتحدث والكثير من المشاهدين سيعتبر هذا الموضوع هو موجود بهذه الطريقة، ولكن أنا أنفي هذا الموضوع نفيا قطعيا، وأنا متأكد وبإمكان أي شخص أراد الاستفسار أو الاطلاع على هذا الشيء سيجد بأنه هناك الكثير من بداية الرقم الوطني كثير موجود، سواء كانوا خريجي مؤسسات الحماية والرعاية أو منهم الأطفال مع أسرهم البيولوجية أو الوطني. أستاذي يعني بس علشان أنت عم تنفي، إحنا معروف الرقم الوطني هو ببلش بتاريخ الميلاد صح؟ يعني مثلا أنا 9/7 كذا، مزبوط؟ لا. بلا، لا، موجود الكثير من الحالات لا يبدا بمقارنه بالتاريخ. هلا احنا بنعرف هيك، هلا مين طب اللي لا ما يبلش بتاريخ الميلاد غير مجهولي النسب؟ كثير من الحالات اردنيين انا ابني سنه الولاده له تختلف عن الرقم الوطني. وانا يعني دائما انا احكي، طب شو البدايه بتكون؟ مش اصفار احيانا؟ لا، هو في رقم ثم اصفار ثم رقم. لانه احنا كنا بنسمع انه تحديدا مجهولي النسب ببلش بالاصفار، احنا بدنا التصحيح من حضرتك يعني. ستي، التصحيح انا يعني حتى اذا اراد ان يقوم، وكثير من الحالات كان بعض الاطفال او بعض الخريجين يعتقد هذا الشيء، وكان يستدعي في وزاره التنميه الاجتماعيه ونحوله لصاحب الاختصاص. هلا استاذ، يعني هذا الملف شائك وطويل للاسف. نعم. احنا يعني وقت الفقره اليوم قصير، ولكن انا بس بأطمن، ملف الاطفال ما بعد الدمج مع هذه الاسر بعد ال 18 بيقدر يضل مع الاسره لحين ما يتجوز يشغلوه يدرس ولا امر طبيعي؟ بيقدر يعني، بيقدر، فممكن نخفف من التحديات اللي بالفعل عم بتواجه. بالضبط لهذا السبب كان نحكي عن موضوع الدمج الان بعد سن 18، سواء كان من 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 مشمول في برنامج الدمج الأسري أو كان من أحد دور الحماية والرعاية. إذا كان مدموج هو له الأحقية في الاستمرار وللأسرة الأحقية في الاستمرار، لأنه الآن أصبح هو في حل من أمره لأنه تجاوز سن 18 وأصبح إنسان قادر على اتخاذ إجراءاته. نعم. أما فيما يتعلق من خريجي دور الرعاية، نحن لدينا برنامج يسمى برنامج الرعاية اللاحقة، معمول في
وزارة التنمية الاجتماعية، ولدينا شركاء من القطاع الرسمي والقطاع التطوعي في تحمل مسؤولية تجاه هذا الشيء. هلأ هذا يمكن ملف لازم نعم. يعني نحكي فيه أكثر، لأنه عن جد موجع يعني بيكون في كثير من الأحيان. بس سؤال يعني له علاقة بالتشريع، هلأ الأسر اللي بيكون يمكن عندها بتعرف ذكور وإناث، وإحنا بحكم يعني الدين وغيرها، وهذا مستحيل إنه يتم يعني نسبه صح نعم. من خلال العائلة نعم. يعني بتلاقوا يعني تحفظات من هذا النوع، يعني مثلا إذا في طفلة وفي عائلة عندها ثلاث أطفال لسه ذكور فرضا، ممكن إنهم يحتضنوها؟ ما بتخافوا إنه بعد عمر معين ممكن يصير في مشاكل معينة؟ يا ستي، موضوع الاحتضان هو لا يتم تحضير طفل، الدمج أنا بضلني بخلط لا. يعني أنا إحنا نقصد الاحتضان الدمج. نحن في تقييمات، نحن عندما نعمل على هذا الموضوع نفضل بأنه يكون هناك تشابه في الجنس، وإذا ما بين الطفل الذي سيتم دمجه مع هذه الأسرة نعم. وأبناء الأسرة البيولوجية. أوكي. فلهذا السبب نراعي هذه النقطة، وهي نقطة مهمة جدا. نعم. طب هلأ في بس يعني بآخر 30 ثانية في طريقة يتواصل فيها بعض الأهل هلأ مثلا يمكن عم بيفكروا كمان أنه يعني بدمج أحد هؤلاء الأطفال؟ وديش عدد الأطفال المتبقيين يعني في سجلات وزارة التنمية اللي بحاجة اليوم أيضا لدمج؟ ستي، عندنا على سجلات وزارة التنمية الاجتماعية من كافة الفئات العمرية وكافة الفئات الاجتماعية وكافة المؤسسات ما يقارب 852 852 لا زالوا نعم. بحاجة للدمج، هدول المسجلين نعم. بوزارة التنمية، المعروف عنهم، لأنه يعني بالتأكيد أيضا في وهذا أقل من عمر 18 يعني بالتأكيد دون سن 18. ولكن أريد أن أنوه بأنه من جميع الفئات، والأغلب هي نسبة التفكك الأسري. أوكي. من جميع الفئات، الأردنيين ولا في سوريين لاجئين؟ لا، الأردنيين. هي الحالات غير الأردنيين لا تتجاوز عدد أصابع. وسريعا كيف بقدر تواصلوا من خلال وزارة التنمية؟ عندكم مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هم يستطيعوا التواصل، هناك تجمع موظفي وزارة التنمية الاجتماعية، وفي موقع وزارة التنمية الاجتماعية لدينا مديريات ووحدات إدارية. أوكي. في خط لكل ساخن؟ مناطق هناك خط ساخن، هناك حماية الأسرة، خط ساخن، ممكن أي مواطن يتمكن من الوصول إلى وزارة التنمية أو أي قضية إنسانية من خلال هذا الخط الصاخب في حماية الأسرة، والتبليغ عن أي موضوع لا سمح الله بأنه يحتاج إلى التدخل. أوكي. شكرا جزيلا أستاذ محمود الجبور، تحياتنا لكم، يعطيكم ألف عافية. والمزيد من التفاصيل تحديدا حول تمكين الفتاة اللاجئة بعد الفاصل.